أنا بواجه نفس التساؤل ده لإيمان. فكرة أغنية الملان دي تخيلي بتحصر المغنية في نوع معين من الغنى، يمكن أنت طلعتي من القالب ده وحاولتي أنك تتميزي بأسلوبك بتخيلك للنصوص وللألحان اللي بتناسب صوتك. قدرتي كيف تخرجي من المطب ده؟ انا اتكلم لك يعني مثلا اصلا لما اقوم اختار ناس او اختار قصيدة محددة، يعني هي ارضتني وحسيت بانها هي بتخدم حاجة، يعني انا بكون راضية عنها. اما بما يخص غناء البنات القديم ده، هن يعني زي ما ده ما تقولي قلته انا، ده بيقول المجتمع. ما اختاروا، يعني اختاروا النصوص وهم يعني شافوا انها بتخدمهم. طيب نحن بالمناسبة دي حنقوم نستمع لنموذجين غنائيين، تفضلي. اولا اسال عنك كلمات الاستاذ اسماعيل الاعاسر والحان الدكتور عبد الله شمو، وثانيا الدخري اللزوم كلمات الراحل المقيم حسن الزبير والحان الدكتور عبد الله شمو.